اذكر ان انا وانا صغير كنت اعدي من درب سعاده ابص على سجن الاستئناف من ورا، فكنت لما اشوف الرايه السوداء اتعلمت كده لانه انا اتربيت في الحته دي ان يبقى في حد هيتعدم، لكن كان نادر اشوف الرايه السوداء دي لان الاعدامات ما هياش كتيره قوي في مصر كده. لكن كنت اتذكر ان لو صدفت وعديت وشفت الرايه السوداء تعرف ان في شخص هيعدم. انما تعودنا حتى هذه اللحظه ان الغرفه دي كئيبه وهي فيها غرفه الاعدام، بس كان اللي هيعدم ده معروف انه خط سيره جاي من السجن اللي هو جاي منه، سواء ترى او العقرب او غيره يعني، واهله بيعرفوا وبقى المنظر بشع يعني. لكن كان بيتعرف ان في شخص هيعدم. الغريبة انه على بعد حوالي نص كيلو من غرفة استئناف دي في بوابة المتولي. بوابة المتولي دي واحدة من بوابات القاهرة القديمة اللي انشأها بدر الجمالي، وعلى بوابة المتولي دي تم اعدام اي حد كان خارج على القانون، كان بيعدم على البوابة دي. ولذلك كان الواحد هو ماشي عند البوابة دي يحاول يدور على المكان اللي كان بيتعدم فيه الخارجين على القانون او المنشقين. لكن بعد نص كيلو بالظبط هتلاقي سجن الاستئناف، لكن كان بيتعرف الشخص اللي هيتعدم يعني. الخبر السيء بقى اللي هقوله بعد القصه دي كلها ان الكلاب العسكر بيعملوا حاجه من اخطر ما يكون، هم بينشئوا غرفه اعدام داخل سجن ترى. يعني طول التاريخ اللي بيتعدم بيجي من السجن بتاعه أيا كان السجن، وأهله بيبقوا معاه يطلع، وغالبا كان بيتعدم الصبح يعني في الفجر أو الصبح يعني، بس الراية السوداء كانت تبقى مرفوعة من قبلها، فالناس تعرف إنه سكان الحي إنه في حد يتعدم، بس يتعرف. لكن خطورة إن يتبني أو يتعمل غرفة إعدام داخل سجن ترى أخطر ما يكون، لأنه أنت مش تعرف واحد موجود في السجن هيتاخد من زنزانته على السجن جوه ترى يتعدم وخلاص كنت ايمي.